كنت الخالي فوديد ومتشيخ اللابو خراج ارفو 984 في نواكشوط مشاركة في المسابقة دي زينة عندي وحاسة بأن عندي صوت ينافس وصلت الحمد لله للمرحلة الثانية وراجع مع مولانا لاني نوصل للنهائيات نعوداني يا صاحبة اللقب وطالبة من جمهوري يصوت لي. مساء الخير. مساء النور. سكتوا شلي تقدمي ليلى؟ سر ما بعد قاورنا للجمهور وطالبه منه التصويت كامل نقدم لهم نحيه في البياض راجع عند مولانا توتزين عندهم وراجعين لك نحن التوفيق ان شاء الله. كبيت من معريبة عنك سكت ومتايدة عنك سكت ومتايدة وانك بوك الخليط سكتوا متهدى يا متهدى وانك بوك الخليد عنك سكتوا متهدى وانك بوك الخليفة يا الخليفة عنك سكتوا متهدى وانك بوك الخليفة لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا Yeah.
مساء الخير. مساء النور. من انت ما ادري الفجحه ومن الفجحه انت ما ادري كلمه مناسبه على ابواب موسم القطنه. اختيارك لبيال كان اختيار موفق. لبيال مقام شجي عاطفي ومؤثر جدا. والناحيه اللي اخترتي فيه ناحيه توحي بانك دائما مستعد لتجديد انتمائك كل وقت. نحيا لهليد ينقال له تدرت في البيال قديمة أديتيها أداء كان ما خاسر عليش. من اللي أكد أن حضورك الليلة في الموسم الثاني معناها في الشوط الثاني من النغمة الذهبية كان وصول عن جدارة وكنت تستحقيه. الصوت ما خاسر عليش، والبرم ما خاسر عليش، والعبار جيد، والتشوعير ممتاز. متمنى لك التوفيق ان شاء الله. شفتوا ايش حالك ياك لباز؟ ما شاء الله. هذا اللي قلتي ما عادي بيه زين ما شاء الله. زين اللي قلتي سابق الناحيه زين وقصيره كرتو. يقول هو وظهر لي عنك ماشي المشي الزين الفجاجة عندي عنك اللي متخمت أغلقيها ما فهم معظم اللي ماشي لها بعد المشي الزين ذا اللي قلتي في الناحية زين حتى معناها عنك ذا اللي قلتي كامل بشكل عام زين ومتمني لك التوفيق إن شاء الله إن شاء الله. سكتوا كيف الحال؟ ما شاء الله. الدور الأول كانت مشاركتك فيه رائعة، وهذا الدور كانت أروع. أنا عندي لك نصوحة. والله أنا نختارك التابعي في مشوارك الفني. شفتي إحنا ملاحظين فهم تحسن مولاته، عندها قدرات تقدر تحقق بيهم أنها تعود على مستوى فني عالي. وحد أعطاهم مولانا هذا الصوت وهذه القدرات ما يهملهم. ظهر لي عنك يالتك تعودي قناية ويالتك تعتمدي على الأسر الثنتين اللي قريب منك. الله يلحق. وأكيد الدور إن شاء الله وتعودي إلى مستوى رفيع. الشور كان زين ومحلي حكما من أشواركم، والبيت زاد هو كان يتميز ب قيلها الباط كان يتميز بقدراتك الفنية التامة، فيه العبار وفيه البرم الزين وفيه الشبح. وراجي منك إن شاء الله أنك تتابعي في مشوارك هذا والدور يتحقق كامل للدور. أتمنى لك التوفيق. شكرا للأساتذة أعضاء لجنة التحكيم.